هذه الحرب أساسها شنو؟ خل نرجع إلى عام 575 تقريبا ميلادي، لما توفى الإمبراطور الساساني، صار ابنه اللي هو خسرو الثاني وصل إلى الحكم وصار هو الحاكم. ولأنه صغير في السن، قائد الجيش عمل انقلاب عليه وشالوه من كرسيه مثل ما يقولون. لجأ خسرو الثاني إلى عدوهم اللدود، إلى الإمبراطورية البيزنطية، يطلب منه المساعدة. وكان على رأس هذه الإمبراطورية هو موريس تايبيريس. وافق أن يمد خسرو الثاني بالجيش ويساعده أنه يرجع عرش أبوه ويكون هو الحاكم، وهذا اللي صار. فصارت العلاقة جدا طيبة بين الدولة الساسانية والدولة البيزنطية. نروح حق موريس تايبيريس. مشكلة موريس تايبيريس، ولو أنه كان قائد عسكري وكان فذ، وكان حتى ينسب له كتاب إلى اليوم في الخطط العسكرية الاستراتيجية، ينسب كتاب إلى موريس تايبيريس، ولو أن البعض يشكك في هذا الكتاب والبعض يرى أنه هو كتب جزء منه. موريس تايبيريس سن سنة، يعني بدأ شيء واستمروا عليه الحكام من بعد الحكام البيزنطيين، كان بنفسه يشارك في المعارك. يعني الرجل كان داهية من ناحية عسكرية، ولكن كان ضعيف من ناحية سياسية. من أي ناحية؟ كان يغلي الضرائب على الدول المجاورة والدول الثانية اللي هي غير بيزنطة، خارج بيزنطة. بل حصلت ثورة في الصعيد في مصر على موريس تايبيريس بسبب هذه الضرائب. اللي صار شيء على شيء شيء على شيء مثل ما يقولون. وأضاف إلى ذلك أنه نزل من رواتب الجيش البيزنطي، وكان في معارك مع السلاف في فصل الشتاء، نزل من رواتبهم وطلب منهم أنهم يستمرون في المعركة حتى في فصل الشتاء، مع أن الدولة البيزنطية كانت في فصل الشتاء ترجع إلى قواعدها العسكرية، تنظم صفوفها وثم تقاتل لما يهدأ الجو مثل ما يقولون. هذه كلها تراكم. الجيش البيزنطي اختار فوكاس، وهو قائد عسكري أصله أرميني، وعملوا انقلاب على موريس تايبيريس وقتلوا موريس تايبيريس، وصار فوكاس في عام 602 هو القائد. زين، وين المشكلة؟ المشكلة أن خسرو يصير صديق موريس تايبيريس، فخسرو أعلن الحرب ثأرا وانتقاما لصديقه موريس تايبيريس القائد البيزنطي.